متأثرة بالأجواء التوافقية التي طبعت جلسة اللجان المشتركة الأربعاء وعملا بالمخرج الذي طرحه الرئيس نبيه بري ووافقت عليه المعارضة، حملت الجلسة التشريعية العامة قبل ظهر الخميس للبنانيين بشرى إقرار مشروع القانون المتعلق بخطة الكهرباء، ويتضمن كما قضى طرح بري النقاط التي أقرت في مجلس الوزراء سابقا والتي طلبت المعارضة بإدراجها وذكرها كضمانات. الجلسة التي سبقها لقاء ثنائي بين النائب ميشيل عون والرئيس بري لتذليل اعتراض تكتل التغيير والإصلاح على مخرج رئيس المجلس كانت استهلت بمداخلات النواب لتنطلق بعدها عجلة التشريع، وعند طرح مشروع قانون خطة الكهرباء رفعت الأيدي للتصديق على مادتيها في غضون دقائق وفي حضور النائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية. وحده النائب ميشيل عون تحفظ على المادة الأولى وفيها القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في السابع من أيلول، وذلك صونا لمبدأ فصل السلطات وفق قوله. صحتين عالمون كل اللي بيدعوا أنه هندي كان عندهم انتصار، مبروك، هو انتصار لكل اللبنانيين اللي بدهم الكهرباء، هو الانتصار للذي أعد الخطة للذي أقر القانون البرنامج ويعود فيه الفضل طبعا للوزير وللفريق تبعه وبالنتيجة وللإجازة اللي عملناه نحن بمجلس النواب. أعتقد ما تم إقراره وما تم إيضاحه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء في جلسة البارحة من كل التفاصيل المتعلقة بموضوع التلزيم ودفاتر الشروط وعودة الأمر إلى مجلس الوزراء، كل هذه الإيضاحات هي أمور أساسية. هذه الخطوة اللي سماها معالي الوزير باسيل سماها من ضمن الخطة الطارئة لإصلاح هذا القطاع يجب أن تستكمل بخطوات أخرى كنا قد انتظرناها منذ مدة طويلة، منها خطوط النقل خاصة فيما يتعلق بالمشكلة الحاصلة في المنصورية بمراكز التحكم وطبعا بإعادة تأهيل المعامل الموجودة حاليا. الجلسة التشريعية تخللها أيضا نقاش مستفيض وحاد حول اقتراح القانون المقدم من الوزير الأولى فتوش بشأن تعديل قانون مجلس شورى الدولة بما يضمن تنفيذ أحكام صدرت لمصلحة أصحاب بعض الكسارات، الأمر الذي دفع النائب فريد حبيب لتذكير فتوش أنه شريك ببعض الكسارات فرد عليه: أنت كذاب، فشطبت العبارة من المحضر. خلال النقاش أيضا شن فتوش هجوما على الرئيس فؤاد السنيورة قائلا: لا تنفذون أحكام القانون اللبناني وتقبلون بأحكام قانون دولي مسيس. كما توجه للنائب أحمد فتفت مذكرا بحفلة الشاي في مرج عيون، فرد فتفت: شكلك بدك شاي، وبعد ما نسينا كيف كنت تنط على الدباب الإسرائيلية، كساراتك عملت العجايب وما تزايد علينا. وفي كل مرة كان الرئيس بري يتدخل لفض الخلاف وسط اقتراح قدمه النائب سامي الجميل لإعطاء الأموال التي يريد الوزير فتوش أن يحصل عليها كتعويضات لوزارة البيئة لزرع الأشجار. وبعد نقاش استمر أكثر من ساعة ونصف طرح اقتراح القانون على التصويت فرد للحكومة، علما أن مشاريع واقتراحات قوانين أخرى أقرت ومنها ما يتعلق بدعم السائقين العموميين. هذا وكان النواب توالوا على الكلام في بداية الجلسة، فتحدث النائب سامر سعادة عن إشكال فريا فطمأنه بري إلى أنه يتابع القضية، كما أشاد النائب أكرم شهيب بجهود فرع المعلومات وطلب بحل قضية شبل العيسمي. أما النائب بطرس حرب فتمنى أن يشكل كلام رئيس الجمهورية من نيويورك عن احترام القرارات الدولية نهاية للجدل الدائر بشأن تمويل المحكمة الدولية. بعد اتصالات ولقاءات استمرت إلى ما قبل الجلسة التشريعية بلحظات أقرت خطة الكهرباء في أجواء توافقية وبشكل أرضى جميع الأفرقاء رغم تحفظات النائب ميشيل عون وتجهم الوزير جبران باسيل. وإذا كان الملف قد بلغ بذلك خواتيمه السعيدة فإن الأهم يبقى التنفيذ وتأمين الكهرباء للبنانيين 24 على 24. من ساحة النجمة، جوني تانيوس، MTV.